إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإن
إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب.
اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في بورما، اللهم انصرهم في كل مكان، انصرهم في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تقسم الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، انصرنا عليهم واهزمهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم تكتك عظامهم وشل أركانهم وعطل مفاصلهم وجمد الدماء في عروقهم، اللهم بدل فرحهم حزنا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وقوتهم ضعفا وقوتهم ضعفا. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم إنك تعلم أن عبادك في بورما يحرقون حيا، اللهم إنك تعلم أنهم يحرقون حيا، اللهم احرقهم جميعا، اللهم إن كتبت في سابق علمك أنهم لن يتوبوا فاحرقهم جميعا في نار الآخرة، اللهم اجعلهم جميعا في جهنم خالدين فيها، اللهم احرقهم في الدنيا والآخرة، اللهم انصرنا عليهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم يا عزيز يا قوي، يا عزيز يا قوي، يا منتقم يا منتقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم باعد بيننا وبين الرياء، باعد بيننا وبين السمعة، باعد بيننا وبين حب الثناء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
بعد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.